شركة الكاظمية، اليوم جبت لكم هاي الوصفة، طبعا من أنجح الوصفات وأطيبها اللي سويتها. طبعا طريقتها جدا جدا ناجحة، وطريقة راح تكون على يعني طريقتي، راح استخدم بها عجينة العشر دقائق اللي أنا أعتبر هاي العجينة من أفضل العجائن اللي مسويتها يعني بصورة عامة. كلش طريقتها ناجحة وكلش طريقتها سهلة وطيبة بنفس الوقت. ابقوا يا حبايبي بمتابعة الفيديو، وهسه راح نشوف طريقتها ومكوناتها. هسه راح نجي وياكم على المقادير. اخذ ملعقة كبيرة من الخميرة، خميرة فورية. تنتبهون نوعية الخميرة لازم تكون عندكم يعني من تنتهي الاكسباير مالتها، ودائما اذا تحافظون على الخميرة يعني تبقى يعني فترة طويلة عندكم، خلوها بالثلاجة حتى ما تخرب عندكم بسرعة، لان اذا خليتوها برا الثلاجة يعني ما راح تطول عندكم فترة اكثر. المهم هسه خليت ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، واخلي وياها ملعقة سكر، هم ملعقة كبيرة من السكر حتى على مود يساعد على التفاعل اكثر. وراح اضيف كوب واحد من المي الدافي، لا تخلوه حار كلش يعني حتى ما يختل عندكم الخميرة، واضيف لها كوب واحد من الحليب السائل يكون شوية هم دافي. زين يعني اذا ما عندكم حليب سائل تخلون كوبين مي وتضيفونهم 3 ملاعق كبيرة من الحليب الجاف. انا بالنسبة لي متوفر عندي اكثر شيء الحليب السائل. هسه راح اخذ بيضة واحدة، هاي البيضة ما راح اضيفها كليتها، راح اخذ من عندها بس البياض يعني زين عيني، والصفار خليه بعدين اطلبي الوجه مالت المعجنات. افرغ من عندها البياض بهاي الصورة زين عيني، وراح اخذ الصفار. الصفار احتفظ به لما اريد بالاخير اطلي الوجه بها اخليه. نخلط المواد بشكل جيد، راح اضيف لها كوبين من الطحين، هاي اثنين، اخلطهم بشكل يعني كل زين ما اخلي بها اي تكتلات، واغطيها بكيس نايلون او اي شيء عندكم زين اني، وتخليها بمكان دافي، تخليها تقريبا مدة 15 دقيقة يعني ربع ساعة تبقى بمكان دافي. هسه هنا راح اغطيهم واتركهم مدة 15 دقيقة. هسه بعد مرور 15 دقيقة صارت عندي مختمرة بهذا الشكل، لازم توصل لهيج مرحلة يعني شوفون هاي الفقاعات بيها معناتها اختمرت عندكم. راح اضيف هنا 3 اكواب طحين، بس ما اضيفهم يعني دفعة واحدة، اضيف يعني كوب كوب حتى على مود يختلط عندكم العجين بشكل زين. من تعجنوه خلو يعني بالتدريج الطحين حتى تصير عندكم معجنات كلش هيجي يعني تكون عندكم قطنية كلش تكون نفس الوقت يعني طرية. وهنا راح اضيف 3 اكواب من الطحين واخلطهم بهاي الصورة. بالبداية يعني اخبطهم هيجي شوفوا عيني، وبعدين اعجنهم بعد ما اخلطهم المواد اعجنهم. والطحين نفس الشي يعني هم اخليه كوب ورا الثاني يعني مو كلهم في السوى. هنا اضيف ملعقة كبيرة من الملح وارجع اخلط مرة ثانية، اخلطهم بشكل دائري بهاي الصورة وبعدين اعجنهم. راح اخذ زيت اضيفها اول شي 1/4 كوب من الزيت واعجن. كل ما تعجنوها هواي راح تصير نتيجة افضل، والعجينة تكون يعني شكلها يكون لينة شوية مو قوية، تشوفوها يعني حتى قاعد تلزق بيدي. الافضل طبعا العجينة تكون لينة حتى على مود بعدين تعطيكم المعجنات تصير عندكم كلش طرية. اتركها تقريبا 10 دقائق. وهسه راح اخذ هاي الحشوات اسويها، اخذ كرافس او معدنوس، واخذ هذا الجبن، هاي جبن نوعيته يشبه الجبن اللي عندنا بالعراق، الجبن الابيض طعمه كلش طيب بالمعجنات. اقطع على شكل مربعات صغار كلش، واضيف ويا هاي النوعية الجبن الثاني، عندي هنا جبنة كريمية حتى ينطيها طعم بعد اطيب يعني. واذا ما عندكم بس الجبن الابيض ماكو مشكلة يعني خلوه بس هو. هنا أنا عندي صفار البيض، راح اضيف له قليل من الحليب السائل، اذا ماكو حليب سائل تخلوا الحليب جاف وتضيفوا له شويه مي. هنا راح اقطعهم، راح يصير عندي تقريبا 8 قطع او 7 انتو حسب الحجم تريدوه.
أغطيهم وأتركهم تقريبا 10 دقائق شوي يرتاحون حتى أقدر أمدهم أكثر. أخلي قليل من الطحين، لا تمدوها زايد يعني، خلوا شوية بيها سمك حتى يصير عندكم بعدين هيجي مثل القطن يعني، كلش حلوة صير يعني طعمها يختلف. تمدوها زايد راح تيبس شوية، خلوا بيها روح على مدة تصير يعني هيجي قطنية حلوة. أسويها على شكل دوائر مثل ما تلاحظون حبايبي، وأحاول أرتبها وأعدلها الجوانب، لا تخلوها مثلا جهة طالعة وجهة يعني صاعدة ونازلة. أنا عندي هاي القطاعة شوي أخليها طحين حتى على مود ما تلزق أثناء القطع، صار عندي هذا الشكل. أما تستخدمون غلاس أو كوب حتى يعني تسوون هاي بالوسط الدائرة إذا ما عندكم القطاعة، وحدة من عندهم بس شوية بللوه بالش اسمه يعني بالطحين، خلوله وبعدين افتحوها. شوفوا عين دا أسوي الطحين حتى ما تلزق عندي رأسا يعني تنشلع. بس بعد ما صارت هاي أول تشكيلة راح أدهنها بالبيض والحليب، راح أسويها على شكلين، هذا النوع وذاك النوع الثاني يكون بس دائري يعني. هسه بدي أخلي هذا الجبنة الكريمية مثل ما قلت لكم حبايبي، إذا ما عندكم جبنة كريمية خلوا بس الجبن الأبيض وضيفوا له الكرافس أو المعدنوس. بعد ما خليت الجبن الكريمي راح اضيف له الجبن الابيض، احنا بالعراق نسميه جبن العرب يصير كلش طيب طعمه. هاي مثل ما تلاحظون عيني اخليه على كل المكانات. بعد ذلك راح اخذ الكرفس وازين بيه بهاي الصورة، انتو حسب يعني شو تريدون تزينون يعني زينو، بس المهم يعني تصير كرفس هواية تخلوله حتى ينطي طعم كلش طيب. وهنا دا أزينها بالطماطة هيجي يعني قطعتها بشكل صغار، وكذلك خليت لها زيتون. هاي الإضافة طبعا أنتو اختيارية، أما تي تخلوها بس هي يعني حتى شوية الشكل يكون أجمل، ضفت هاي الأشياء عليها تصير يعني شكلها بعد أحلى. هسه راح أخليها ترتاح تقريبا 10 دقائق إلى 15 دقيقة على ما أفتح الوجبة الثانية. كل ما ارتاحت يعني قبل الخبز ما تخبزوها حصير نتيجة كلش زينة يعني. فالصينية الأولى خليها ترتاح مدة 15 دقيقة، وهسه راح أبلش بالصينية الثانية. أفتحها على شكل بيضوي، أنا عندي طبعا العجينة صارت كلش مرتاحة وكلش سهلة بالفتح. أول شي راح أماتين صفار البيض والحليب أطليها بهذا الشكل، وراح أضيف لها الجبن. هاي نوعيتين مختلفة من الجبن، واحد كريمي والثاني لا جبن أبيض عادي. نفس الشي أزينها بالكرفس وأزينها بالطماطم. هاي شغلة التزيين عاد تبقى يمكم، أما يعني تحبونها بس يعني كرفس وجبن أو تخلوها هيجي. وهاي الإضافات الثانية ضفتها الأوريغانو همتين اختيارية يعني ممكن ما تخلوها، بس أنا هنا بالبيت يحبون أضيف الأراجونا فلذلك خليت لهم يعني، مو مسألة يعني ضرورية. الفرن أكيد راح يحمى قبل 15 دقيقة، لازم يكون على أعلى درجة عندكم يسخن زين، وكذلك يعني قطع العجين ترتاح زين يعني العجين لازم ترتاح فد 15 دقيقة، والفرن أيضا يعني يسخن لمدة 15 دقيقة قبل الخبز وعلى درجة 250. هنا أنا شغلت الفوق والجو اثنيناتهم حتى على مود يعني تنطي نتيجة كل الزينة. مدة الخبز تحتاج من عندي تقريبا 25 دقيقة إلى 20 دقيقة، وتبقون يعني انتو بمتابعتها مو تعرفوها وتروحون تحترق زين يعني، فأبقوا كل شوية شوفوها. أنا متأكدة إذا سووها هاي المرة بعد هاي الطريقة أبدا ما تعوفوا، لأن كلش كلش طيبة والله العظيم، فت قطنية هيك يعني تذوب بالحليب كلش طيب طعمها يعني صدق. تذكرنا بشرك أيام زمان الكاظمية، احنا نقول أيام زمان لأن زمان ما ماكلتهم بس انتو عادي بالعراق موجودة عندكم، احنا هنا ما موجودة عندنا فلذلك أتذكرها أقول أيام زمان.
هنا أنا بعد ما طبعا طلعتها من الفرن وطليت الوجه مالتها بالزبد، يعني الزبد هذا شوية موعه، وبعدين أطل الوجه حتى يعني يصير بيها مثل اللمعة هيك حلوة تلمع أكثر. هسه صارت عندنا الوصفة جاهزة وكملت، وإن شاء الله تجربوها. وما تنسون حبايبي باللايك والاشتراك، ولهذا الفيديو أرجو منكم أن تسوون شير ومشاركة لأصدقائكم ولأهلكم حتى يصل عندي الفيديو وتصل عندي القناة. هواي طبعا ممتنة لكم كلامكم الطيب حبايبي. نهاية الفيديو، نستودعكم الله في أمان الله. باي باي.